أهلا بحضراتكم من جديد. من أيام ما سبيرو كان بيحتفل بالذكرى الستين على إنشائه اللي هو مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، صرح كبير وتاريخ عظيم، وواحد من أهم أبطاله اللي هو ده كان مشروعه وده مؤسسه، أقدر أقول أنه هو ده طلعت حرب الإعلام المصري، طلعت حرب الثقافة، طلعت حرب السياحة في مصر، طلعت حرب دولة 23 يوليو. هذا الرجل هو ده فعلا المعنى الحرفي للرجل اللي بيفكر دائما بره الصندوق، رجل مبدع، ابداعه مرتبط بالواقع، رجل شجاع، رجل عمل طفره ونقله في مجال الاعلام، مدرسه الاعلام، تاسيس الاعلام، كان ليه دور عظيم في دور الاعلام في الخداع الاستراتيجي في انتصار 73 اللي عوض بيه هزيمة الإعلام أو هزيمة الخطاب الإذاعي في نكسة 67 اللي أدت إلى أنه المواطن بقى فاقد الثقة في الخطاب الإعلامي. يعني إحنا بنتكلم على بطل بدرجة محارب، هو أبو الإعلام المصري الدكتور عبد القادر حاتم، يعني ما يكفيهوش فيلم وثائقي واحد، لازم سلسلة من الأفلام الوثائقية علشان نقدر بس نغطي إنجازاته اللي خدمت هذا الوطن الحبيب. هو أول وزير إعلام في مصر وليه إسهامات كتير جدا في الإعلام المصري، علشان كده اتعمل له فيلم عنه باسم حاتم بطل ماسبيرو، واتمنى يكون في سلسله من افلام اخرى لان هو بطل حاجات كتير جدا. النهارده احنا معانا طبعا ضيفتنا وهي مخرجه الفيلم وكاتبه السيناريو المخرجه اسماء ابراهيم، اللي هنعرف منها بقى تفاصيل كتير جدا عن هذا الفيلم وعن دكتور حاتم. اهلا بحضرتك وصباحك صباح الورد. بحييكي طبعا، يعني ان حضرتك قمتي بهذا العمل. اشكرك. ويا رب يكون بدايه لسلسله اعمال اخرى توثق مشوار هذا الرجل او هذا البطل العظيم العصر. طبعا جميع رؤساء مصر، عبد الناصر، الرئيس السادات، الرئيس مبارك، وتوفي يعني هو برضو عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوفي في عام 2015 عن عمر نهز 97 عام اثر ازمه صحيه. استاذن حضرتك ونعرض دلوقتي مقدمه عن هذا الفيلم ونرجع مره ثانيه. يلقبونه بأبي الإعلام المصري. من أول يوم حط أول طوبة في المبنى لحد ما عاد للمبنى محملاً على الأعناق. الرئيس السادات بيثق في الدكتور عبد القادر حاتم، ولذلك عينه وزير للإعلام لأنه قال الحقيقة بالظبط. بنزيها ب 32 لغة. دكتور عبد القادر حاتم فارس الإعلام وفارس الثقافة، فربطنا بيه علاقات وطيدة جدا. صوت مصر وصورتها ظل رهينين لرؤية الدكتور عبد القادر حاتم المتحدث الرسمي للدولة المصرية. كلمه جمال عبد الناصر، قال له الأولاد حبوا قوي الشاب اللي بيعمل اللي بيقول بلد بتاع الشهادات. هو كان قصدي يقول إيه؟ كان بيعد لي البرنامج مع عظماء الزائرين في مصر. عملت إيه عشان تحمي مصر من هذه التأثيرات اللي كانت موجودة؟ دكتور عبد القادر حاتم كان هو المبنى. بحيي السماح اللي في اخلاقه. ارجو ان كل الهيئات تكرمه. انا اعتقد ان الدكتور حاتم سبب رئيسي في ظهور عادل امام.
حاتم بطل ماسبيرو، خلينا نقول بعضا من انجازاته، خلينا نقول انه هو اللي اسس وزاره الاعلام، مبنى الاذاعه والتلفزيون ده كان المشروع اللي تقدم به للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وقتها الرئيس جمال عبد الناصر ما كانش مقتنع بالفكره، لانه طبعا كان في تحديات كتير قوي في الشان الداخلي والشان الخارجي، وان الموضوع محتاج ميزانيه. لكن لما لقى ان دكتور عبد القادر حاتم زعل، قال له خلاص اعرض فكرتك امام مجلس الوزراء. المفاجأة إن كتير من الوزراء ما كانوش مرحبين بالفكرة، كان دايماً ليه رؤية سباقة، وقدر يشوف قد إيه دور الإعلام مهم جداً جداً كسلاح للدفاع عن الأمن القومي للبلاد. خلينا نقول إن هو اللي أسس وزارة الإعلام، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، مسرح البالون، مدينة السينما، بناء مدينة الغردقة السياحية، يعني حاجات كتير قوي نقدر نتكلم فيها. انا مش عايزه طبعا يعني اضيع وقتي، والافضل انه مخرجه الفيلم اسماء ابراهيم، اهلا بيكي صباحك صباح الورد، تتكلمي عن دكتور عبد القادر حاتم. صباح الجمال وصباح الورد. سعيده بحماس حضرتك للدكتور حاتم، واحنا جيل ما شفناهوش، و اسمحي لي حضرتك زميله او يعني احد ابناء ماسبيرو، تشرف ليا طبعا. تمام. فتخيلي كده ذكرى بتستعاد من خلال اثنين من ابناء ماسبيرو اللي ما شافوهوش. اذا مات ابن ادم انقطع عمله من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. احنا ابناء عبد القادر حاتم مش بالدم ولكن بالامتنان والعرفان، وأبناء ماسبيرو بالشغف وبالإبداع. وسعيدة أني حتى لو أنا من التلفزيون الرسمي أو الوطني وفي تلفزيون خاص، اللي بتحاورني أحد أبناء ماسبيرو. أنا بشكرك والله، يعني ده شهادة أعتز بيها، والحمد لله ان انا كنت من المحظوظين اللي يعني تم تاسيسهم في مدرسه مهنيه لا يختلف عليها اثنين، يعني الحمد لله ده كان من حظي الحلو في الحقيقه. نرجع نتكلم عن الفيلم حاتم بطل ماسبيرو، مده الفيلم قد ايه؟ نوع الفيلم وثائقي تسجيلي ايه؟ نوع الفيلم يعني عشان تعرفي اصلا يعني دي شخصيه عظيمه جدا، انجازاتها كتير جدا، فان انت بقى عرفتي تجمعي المعلومات، ان انت عرفتي تخرجي الفيلم، احكي لنا عن الفيلم اكتر. فارس ماسبيرو أو حاتم هو ما كانش من الضباط الأحرار، وإحنا بنشتغل في الفيلم قدام شخصية استثنائية. أنشأ وزارة الإعلام، أنشأ وكالة أنباء الشرق الأوسط، الهيئة العامة للإستعلامات، وكلها أجنحة للإعلام الرسمي. فكرة الريادة هي أميز ما فيه، وفي مذكراته دايما بيتكلم عن علم المستقبليات. يعني حضرتك بتقولي هو ليه كان شخص استثنائي؟ لانه كان فعلا سابق زمنه وبيفكر لبكره. احنا كنا بصدد ماتيريال كتير مسجل للدكتور عبد القادر وابنائه ومجايليه ومحبيه، وزي ما حضرتك قلتي فعلا هو يستحق عده افلام متتالية في كل فرع خدم فيه الوطن. صحيح. وخدم فيه الوطن بريادة، يعني ده مبتدع وزارات ومبتدع صناعات واقتصاد، وكان ليه دور وطني الناس ما تعرفوش في نقل أثار أبو سمبل. فالكفاءة والإنتاجية والعمل في صمت كلها كانت يعني سمات بارزة في شخصية الدكتور عبد القادر حاتم. فيلم وثائقي مدته كانت نص ساعة. نص ساعة، قدرتي تلخصي فيها هذا الكم من الإنجازات إزاي؟ لا، هو بالطبع الواحد مهما عمل مع دكتور عبد القادر حاتم ومهما اتكلم مش هيفي قدره. أهم النقاط أو المفاتيح اللي ركزتي عليها في الـ30 دقيقة دول. طيب. الكيان، ماسبيرو الكيان. الراجل الوطني دون هو مبتدعه ومنشئه، وخض زي ما حضرتك أشرتي في المقدمة صراع مع، مش هقول لحضرتك مدعي الوطنية، كلنا بنحب بلدنا بس بأساليب مختلفة.
الناس كانت شايفة في الوقت دون ظهور تلفزيون أو أداة إعلام تبقى ذراع للدولة ما كانش في وقته، وإن تحديات التنمية والمواجهات الخارجية مع الدول دي يعني إيه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. فزي ما حضرتك أشرتي الزعيم جمال عبد الناصر رتب له مقابلة مع الوزراء واستمع لكل تحفظاتهم أو مخاوفهم هواجسهم وتفهمها، وكان مصر على حلمه. وقال الزعيم عبد الناصر إن أنا مش هناقشك في القيمة اللي الدولة المصرية هترصدها لبناء ماسبيرو، وقال له هم 300 ألف جنيه بس. صحيح. طب نعمل إيه؟ وحضرتك بتقولي إنه رجل بيفكر خارج الصندوق، المشروع الناس متحفزة ضده، أي جديد هو مستفز للجماهير، أو يعني الناس عدوة ما تجهل. فتفتق ذهنه عن اقتراح إنه يحجز قسط لجهاز التلفزيون، المواطن يقدر يتقدم عشان يشتري جهاز التلفزيون مقابل قسط 5 جنيهات فقط. 80 ألف مواطن وقفوا طوابير وعاوزين يشتروا هذا الجهاز الجديد، وكالعادة الشعب هو اللي بيقوم بلده. عمل 400 ألف جنيه في أول يوم، وخلال 5 أيام 2 مليون جنيه كانوا موجودين، واتبنى ماسبيرو، وكانت حكاية الصرح الجميل دون اللي شكل وجدان وثقافة الوطن العربي كله. هذا الرجل العظيم من وجهة نظر حضرتك يعني ده شخصية استثنائية، وعيه يعني متطور وسابق عصره وعنده بعد نظر، ويمكن تركيبة الأغلبية العظمى مننا اللي هي عقلية الموظف، يعني هو ما عندوش الحتة دي. إيه سبب العبقرية؟ أنا بقول هذا الرجل عبقري، يعني بتشوفي من وجهة نظرك إيه؟ يعني إيه سبب عبقريته؟ النزاهة والعمل على الذات. دكتور عبد القادر في بداية حياته أصيب بحادثة أقعدته، حد غيره كان ممكن ييأس ويرتكن للعجز. درس وخد شهادة في القانون وشهادة في العلوم السياسية، ده غير بقى بعد كده الشهادات اللي نالها. مش بس الولاء للوطن، هو الكفاءة كمان. صحيح. طبعا يعني احنا محتاجين نقعد مع حضرتك فقرات اكتر واكتر علشان نتكلم عن هذا الرجل العظيم، واللي انا يعني بقول عليه ان هو طلعت حرب الاعلام المصري. خلينا نشوف الفيلم هيتعرض امتى، واتعرض ولا باذن الله هيتعرض تزامنا مع مرور 60 سنة على انشاء ماسبيرو. ده انتاج القنوات نيل المتخصصة، ادارة الانتاج المتميز، واحب اوجه التحيه للاستاذ عادل عبساوي رئيس الاداره المركزيه للانتاج المتميز اللي بيشتغل في ظروف صعبه وبيتحدى الاوضاع الراهنه. هو من الشخصيات المحاربه جدا، وانا كمان بوجه له التحيه، بوجه التحيه طبعا للقطاع المتخصصه، قطاع نيل القنوات المتخصصه اللي انا بنتمي له يعني بتشرف بده جدا. بشكرك جدا، كل سنه وكل اهل ماسبيرو بخير وكل ابناء ماسبيرو بخير، وان شاء الله قريبا يستعيد ماسبيرو دائما الرياده، لانه لولا وجود ماسبيرو ما كان هيكون في وجود الفضائيات الخاصه وتالق القنوات الخاصه. استسمح حضرتك كلمه اخيره. 60 سنة ماسبيرو ما بتعنيش حالته للمعاش، 60 سنة ماسبيرو بتعني إعادة إحيائه. وشكرا. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة المخرجة أسماء إبراهيم، مخرجة الفيلم الوثائقي حاتم بطل ماسبيرو، واللي هيتم عرضه في الاحتفال بمناسبة مرور 60 سنة على إنشاء هذا الصرح العظيم. بشكركم، وصلنا لنهاية حلقتنا. بكرة إن شاء الله ساعة ونص من قبل دلوقتي يتجدد اللقاء فقط وحصريا على شاشة قناة تاني.